رجل تايلاندي يتعرض لطلق النار في خصيتيه عن غير عمد مما أدى إلى مقتله. كيتيستا كروسورن البالغ 27 عاما كان يستضيف لعبة هايلو الغير مشروعة مع أصدقائه، وعلى جنبه كان يحمل مسدسا. تقول الشرطة بأن الرجل نسي أن يضغط عتلة الأمان، وبالتالي انطلقت رصاصة خطأ وأصابت إحدى خصيتيه. لقد صرع للبقاء على قيد الحياة وزحف باتجاه باب شقته، كما وسمع الجيران صوت الطلق الناري. عثرت الشرطة لاحقا على المسدس وعلى الخرطوش في غرفة الرجل حيث وقعت الحادثة.